كرامتي بخير مناسبة شهر رمضان إن شاء الله ماكو فرق. شو رأيك في شهر رمضان؟ عيد الأضحى. شلون التعايش بين ال والله حتى مرات نصوم وياهم. أنا وزوجي نزور إمام موسى. أوكي بس يعني عايش مرتين يعني أفراحهم أحزانهم يعني نتعايش وياهم. انطلق حيدوري؟ يلا سمع عرفنا البطل سرمت هذا قال لي سرمودي شلونك؟ سرمت كل سبت وكل أربعاء يروح يزور صدق والله؟ إمام موسى الكاظم ما شاء الله عليه السلام هو وزوجي وأني هم أروح وياهم صراحة هذا بطل زين عددي لي ثلاث كنائس موجودة ببغداد وقريبة من المنطقة كنيسة مار جورجيس واحد كنيسة مال قبطيين نعم وكنيسة مار بهنام مار بهنام مال كلدان أيوة قريب ومال قبطيين جوابك كله صح أتوقع لو قلها 10 مرة بدون تعقيد طبعا حتى لو 10 ساعات عددهم كنيسة الصعود كنيسة العائلة المقدسة ترى نعبر على الكرادة